ومن إبداع لإبداع، ومن موسيقى لغناء، وكل شوية عندنا حاجات مختلفة كده في مهرجان إبداع هنا في جامعة القاهرة، في المكان العظيم اللي كلنا بنحبه وبنقدره جدا، وليه تاريخ طويل جدا من الإبداع كمان. أنا معايا دكتور شريهان. زي حضرتك يا دكتور، عاملة إيه؟ الحمد لله. إحنا بنتكلم تحديدا في الغنى بقى، يعني النهاردة تجولنا بشوية حاجات كده وفقرات ما بين الموسيقى فقط الانسترومنتلز، ودلوقتي بنتكلم عن الغنى. وإحنا شعب محب للفن وعاشق للغناء، وحضرتك كمان مركزة على حاجات كمان إحنا بنحبها، وحاجات وملحنين وناس إحنا بنحبهم. خلينا نقرب من حضرتك أكتر وتعرف عليكي وتحكي لي عن اللي بيحصل هنا في مهرجان الإبداع. أنا شريهان أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مدرس سولفيج كلية التربية النوعية جامعة اسكندرية. تمام. اللي بيحصل هنا بيحصل إبداع، بيحصل فعلا فن. تقريبا ابتدى من 10 سنين، ودي إبداع 10. في كل سنة في تطور جديد، حاجة حلوة قوي قوي للشباب، بتجمعنا، بنفرح فيها مع بعض. أيا كان مين الفايز، مين يعني، مش هو ده الهدف. الهدف ان احنا زي ما حضرتك شفت النهارده كده، يبقى في منتج ومخرج يتحب، يعني ويبقى قريب يصنع سعاده حقيقي. الميدلي اللي بترتبوا له عباره عن ايه بقى؟ يعني مين من الاعمال الروائع اللي احنا بنحبها؟ هي بتبقى لايحه. لايحه؟ اه، لايحه بتجيلنا احنا بنمشي عليها، نختار ملحن او اتنين. احنا السنه دي كان عندنا بصراحه ملحنين عظماء فعلا. كان عندنا الأصابجي، محمود الشريف، أستاذ حلمي بكر، رياض الهمشري، صلاح الشرنوب. فبتاخدوا مقتطفات من أعمال العمالقة يعني. مقتطفات كده، وحاولت أعملهم زي حكاية كده، حدوتة من الأول للآخر. طيب الاختلاف، أنا حضرتك أنا عارف إن أنت مشاركة سنويا ومهرجان إبداع واحد. من إبداع واحد حقيقة. يعني حرفيا كل مرة دكتور شيهان موجود. الله يخليك. كل مره وانت داخله السنه الجديده اكيد ده تحدي، وبتخلصي السنه اللي شغاله دلوقتي او المهرجان في دورته الحاليه، وتبداي تفكري ممكن من دلوقتي وانا السنه الجايه ايه اللي هعمله جديد عشان زي ما يقولوا كده ايه، اعدي وعلي على النجاح اللي فات. حقيقي ده بيحصل. مسابقه ابداع تعتبر اكبر مسابقه موجوده في الجمهوريه على مستوى الجامعات. صحيح. والاكاديميات والمعاهد العليا، ودي يمكن ميزه ان احنا بنشوف يعني كل مختلف الطلبه يعني او الشباب. صحيح. تمام. انا بعمل اوديشن. الله. من اول كده السنه يلا بينا يا شباب هنعمل اوديشن. من بدري جدا. يعني احنا بندخل دراسه شهر 9 تقريبا، في اخر اسبوع في 9 بيكون الاوديشن اتعمل. لضم اصوات جديده للمنتخب. بيبقوا هم اصلا عندهم خلفيه وعارفين عن يعني ان في مسابقات وفي حاجات تبع منتخب الجامعه، وبيبقوا مستنيين الاوديشن ده عشان فبنخرج بقى جيل يسلم جيل يسلم جيل وهكذا. الشعب السكندري مختلف حقيقي، ذواق جدا حقيقي، محب للفن جدا جدا حقيقي. وخرج من هناك قامات سواء حقيقي قديما او حاليا اسامي كلنا بنعتز بيها. حضرتك كلميني بقى عن الفن الاسكندراني. هو زي ما حضرتك قلت، الطبيعه بتاثر، التكوين بيأثر. صح. البحر، الجو، يعني العوامل كلها مساعدة. حقيقي حقيقي مساعدة للإبداع وللفن. يعني مثلا حضرتك لما نيجي مثلا احنا يعني نخرج مثلا في جروب نقعد على البحر شوية، هتلاقينا بندندن، والله فعلا الحالة بتبقى مختلفة عن ما كنا في الجامعة أو أوقات البروفات يعني. بالنسبة للفن السكندري، لا، اسكندرية من الأيام سيد درويش طبعا. طبعا. فيها فنانين وبيطلع فنانين جداد كل سنة. يعني حتى السنة دي معانا في إبداع كانت لجنة تحكيم الفنانة الجميلة مروة ناجي. طبعا. بنت جامعة اسكندرية. طبعا طبعا طبعا. موهبة وصوت قوي وصوت مميز جدا، وأنا من عشاق صوتها بصراحة. حقيقي. بحبها جدا. حقيقي ما شاء الله. انا عارف ان انا اخدتكم كده من يعني من خضم التجهيزات الاخيره. شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا دكتور. كلنا مبسوطين ان احنا شفناك يا دكتور. ربنا يخليكي ومزيد من النجاح. وهاجي السنه الجديده ابداع 11 عشان انا عارف ان دكتور شيهان تكون طالعه بحاجه بره الصندوق جدا ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك. شكرا. ميرسي.